أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. صدق الله العلي العظيم. لازلنا في رحاب سورة هود عليه السلام، هذه السورة المباركة المكية التي تتطرق إلى حياة كثير من الأنبياء، منهم كما قرأنا منهم سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هنا في هذه السورة يتطرق القرآن إلى جانب من قصة إبراهيم، لأن إبراهيم قصصه كثيرة، قصته مع نمرود الملعون عندما ألقاه في النار وأنقذه الله، قصته عندما ذهب إلى مكة مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل جدنا وجد رسول الله، قصته مع قضية ذبحه أو إرادة ذبحه لابنه إسماعيل في منى، قصص كثيرة بعضها أتت في هذه السورة. المورد الذي ذكر في هذه السورة فقط قصة أنه الملائكة بزعامة جبرائيل يأتون إلى إبراهيم ويبشرونه بولد اسمه إسحاق، وبعد إسحاق يعقوب. هذه القطعة من تاريخ حياة إبراهيم نتكلم حولها في هذه الليلة المباركة، ليلة ميلاد سيدنا وإمامنا كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه ببركة هذه الليلة المباركة، ببركة هذا المولود المبارك، أول مولود لعلي وفاطمة سلام الله عليهما،
بل أول حفيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مولود مبارك من جميع الجهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في هذه الليلة المباركة، ليلة الميلاد، بقضاء حوائجنا وتعجيل فرج الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نتكلم مختصرا بإيجاز عن إبراهيم عليه السلام. أولا، إبراهيم من أولي العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واللطيف أنه يستحب كما روي في أحاديثنا، يستحب أنه عندما نأتي باسم أحد من الأنبياء، مثلا نقول نوح، نقول نوح أو نقول عيسى أو نقول موسى، الاستحباب هو أن نقول هكذا: صلى الله عليه وعلى نبينا وآله وعليهم السلام. أو أول شيء نقول صلى الله على نبينا وآله وعليه، يعني على هذا المذكور، إلا نبينا إبراهيم، فهذا الاستحباب مو مروي. يعني إذا قلت إبراهيم أتيت باسمه لا يجب ولا يستحب أن تقول. ليش؟ لتعظيم إبراهيم، لتفخيم إبراهيم وتعظيمه، يكفي أن تقول عليه السلام. يوم القيامة يأتي نداء إلى أهل المحشر وخاصة إلى رسول الله: يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يخصص من آباء النبي، وآباء النبي هواية، أجداده هواية، من آدم إلى أبيه عبد الله والده هواية، بس يذكر إبراهيم من بين أجداد الرسول تكريما لإبراهيم. يقال له نداء يأتي من العرش: يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب. كل واحد من الأنبياء العظام الكبار، يعني من أولي العزم، عنده لقب، ألقاب كثيرة، ولكن اللقب الذي يستنتج من آيات القرآن. يعني آدم صفي الله، ليش يسمونه صفي؟ لأن الله صفاه عن الذنب الذي ارتكبه، يعني ترك الأولى، وإلا هو مو ذنب، كانت مو معصية، أكله من الشجرة المعروفة في الجنة، فصفاه الله فأصبح صفيا، لقب آدم صفي الله. لقب نوح نجيه، نجي الله، ليش؟ لأن الله أنقذه ونجاه من الغرق بالسفينة المعروفة التي ذكرنا قصتها. موسى كليم الله، لأنه كلمه الله في طور سيناء. عيسى كلمة الله، ليش كلمة؟ لأنه بكلمة كن، بكلمة كن ولد عيسى عليه السلام من غير أب، فلقبه أو كنيته أو صفته كلمة الله. إبراهيم خليل الله، دي جهات متعددة، الآن ماكو وقت حتى أشرح لماذا أصبح إبراهيم عليه السلام خليل الله. خليل يعني من الخلة، يعني الصداقة، خليل الله. كل هذه الألقاب لها تعابير ومعاني عظيمة، ولكن أعظم صفة اتصف بها نبينا نحن، فهو محمد حبيب الله. اللهم صل على محمد
حبيب يعني محبوب، لقب النبي حبيب الله. خب، إبراهيم عليه السلام يقبله جميع الأديان، أكو إجماع عليه، يعني اليهودية تقبله، المسيحية تقبله، المسلمون يقبلونه، ملته ملة الحنيفية الطاهرة، ولذلك في القرآن واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. ملة يعني شنو؟ يعني دين، مو ملة يعني شعب أو أمة، لا، واتبعوا ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم. ولذلك كثير من الأشياء التي سنها إبراهيم قبلت في الإسلام أيضا، منها حسب الروايات سنن إبراهيم، من سنن إبراهيم التي سنها في شريعته أيام كان موجود، أولا حلق الرأس وقص الشارب وإعفاء اللحية. بس هذا سنة إبراهيمية أمضاها الإسلام والأديان السابقة اليهودية والمسيحية. الآن مع الأسف في بعض الأحيان نشوف أنه الشارب هواية مفتول ولكن اللحية ماكو، فاللحية من سنن إبراهيم عليه السلام. بعد السواك، هذا السواك اللي احنا نستعمله، والأفضل أن نستعمل السواك من الأراك لأن فيها منافع كثيرة علاجية وصحية، هذه من سنن إبراهيم عليه السلام. بعد تخليل الأسنان، يستحب أن الإنسان بعد الأكل يخلل بالخلال العودة، يخلل أسنانه حتى هذه الطعام اللي صاير بين أسنانه يروح. غسل الجنابة، لطيف هذا، أنه غسل الجنابة مو حكم إسلامي، حكم إبراهيمي سنه إبراهيم عليه السلام. تقليم الأظفار، الأظفار عندما تطول تندرج تحتها ميكروبات، فيستحب كل جمعة أو أقل أو أكثر واحد يقلم أظفاره. هذا منين جاية؟ من إبراهيم عليه السلام. حلق الشعر من البدن بالنورة أو بأي وسيلة أخرى، هذه من سنن إبراهيم وخاصة العورة. الختان اللي يولد الولد الذكر الذي يولد، حتى في الأنثى أكو بس عادة في الولد يسوون في الذكور، هذا الختان من سنن إبراهيم عليه السلام. والطهور يعني النظافة العبادية مثل الوضوء مثلا، الغسل، هذه من سنن إبراهيم سلام الله عليه، يلقب بأب الأنبياء. ليش؟ شوفوا التاريخ من نوح إلى يأتي هود إلى صالح، هذول متفرقين كانوا، عندما يصل إلى إبراهيم كل الأنبياء الذين يأتون بعد إبراهيم سواء بني إسرائيل أو عيسى عليه السلام أو نبينا كلهم منحدرون من نسل إبراهيم عليه السلام. لأن إبراهيم شنو كان عنده؟ كان عنده ولدين، تدرون بعد إسحاق أبو أنبياء بني إسرائيل، وإسماعيل جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مضيافا وكان كثير السجود. وكلمة الإسلام اللطيفة، كلمة الإسلام هذا الدين احنا نسميه احنا مسلمين، هاي الكلمة منين اجت؟ مو من عندنا، من النبي إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل في آية أخرى، هو ابنه يعني إبراهيم. عاش 175 سنة ومسكنه في فلسطين، هاي فلسطين المعروفة. تدرجه عجيب،
عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اتخذ الله إبراهيم عبدا أول شيء، يعني تقبله أن يكون عبدا. هذه هواية مهمة، نحن عبيد الله ولكن مو مقبولين. يمكن عندما يجعله الله عبدا يقبله كعبد، يعني عبوديته لله مقبولة عند الله، هذا يسمى عبد. اتخذه الله عبدا ثم نبيا، بعدين صار نبي، ثم رسولا أرسل إلى قومه وإلى العالمين لأن من أولي العزم، ثم خليلا ثم إماما. شلون هذه؟ معناته أنه مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة. هسه ممكن تقول هذول الشيعة عندهم مبالغة، يقولون الإمام أعظم من النبي. لا، المقام أعظم مو الشخص. يعني شنو؟ النبوة يعني يأتيه الوحي من السماء، ينزل عليه جبرائيل ويأتيه بوحي، بقرآن، بإنجيل، بتوراة، بصحف إبراهيم، هذه كلها وحي. هذا انقطع بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بعد وحي ماكو، وحي كشريعة يعني كقرآن ماكو. ولكن هناك شيء اسمه مقام الإمامة، أي القيادة العليا، الولاية التكوينية والولاية التشريعية، هذه يسموها مقام الإمامة. هذا بعدما كان عبدا إبراهيم، ثم صار نبيا، ثم صار رسولا، ثم صار خليلا، ثم صار إماما، بدليل الآية القرآنية: إني جاعلك للناس إماما. طيب، مولده في الكوفة، هذه المقدمة قدمتها حتى نصل إلى الآية. مولده في الكوفة وأبوه كان مؤمنا، هذه الآية اللي تشير إلى أن أبو أو أبا إبراهيم عاتبه على عبادة الأصنام. هذا ليس بمعنى الأب في اللغة العربية، العم أيضا يقال له أب، عمي أبوي أيضا. ليش؟ لأن هو رباه، هو رباه في قصة معروفة. وأمه وأم لوط أختان من نبي، عجيبة هذه، يعني والدة إبراهيم ووالدة لوط عليه السلام أختان من نبي، أبوهم أيضا نبي، هذول البنتين يعني أم إبراهيم وأم لوط أختان. فشنو يصير؟ لوط يصير شنو؟ يصير ابن خالته، وإبراهيم ابن خالته. طيب ايش دعوة هذول؟ شنو صاروا؟ لوط كان نبيا لقوم فقط، قوم لوط اللي الآن بكرة نقرأ عن حياته. إبراهيم لأنه كان من أولي العزم أرسل لوط عندما كان وياه، كان وياه، بعدين أنبئ إبراهيم أن هناك قوم عندهم هذه الذنوب المعروفة، فأرسل لوطا إلى ذلك القوم، يعني أرسل ابن خالته. والقصة بعدين تجي اللي نقرأ أنه شنو جاءوا الملائكة، إجوا وبعدين دمروا قوم لوط، هذه بكرة إن شاء الله إن بقينا أحياء. طيب، ولادة إبراهيم كان في عصر الملك نمرود المعروف اللعين لعنة الله عليه، طاغية ظالم، وولد في عصر الملك نمرود. وقضية النار والحفرة الكبيرة التي أوقدوها لحرق إبراهيم كان بأمر نمرود. هذه الآن ما نقراها بعد، ما نفصلها. ليش؟ لأن الآية الآن مو حول هذا الموضوع. الآيات التي نتلوها فقط في حقبة زمنية مختصرة عندما أتوا الملائكة لقوم لوط. شنو كانت القصة؟ في اليوم قاعد إبراهيم عليه السلام، طبعا هنا أنا أبشر أنه من ولد قبل من؟ إبراهيم عنده ولدين ذكور، قلنا منه؟ إسحاق وإسماعيل.
إسحاق أبو الإسرائيليين وإسماعيل جد نبينا. طيب أول ما ولد ولد إسماعيل مو إسحاق. هاجر أمه يملكها سارة. سارة منو؟ خوش تعرفون ما شاء الله. سارة زوجة إبراهيم، امرأة عظيمة من نسلهم، متزوجها منو؟ إبراهيم عليه السلام. ما يجي لها ولد، عاقر، عاقر يعني ما تنجب. في قصة ليس علينا لأن مفصلة، دافع إبراهيم عليه السلام عن عفاف سارة عندما أراد ذلك الملك أن يمد يده إليها، كانت امرأة جميلة فأراد أن يتجاوز عليها، فإيد الملك ذاك ما تحرك بعد، شلت يده. في قصة معروفة، عندما أنقذت سارة، سارة تدري أنه هي متنجب، الله ما يرزقها ولد. الملك هذاك، شوفوا القصة شلون تجي، الله يرتبها. الملك لما شاف أنه مو نمرود، ها ملك فلسطين، لأن نمرود بالعراق، لما هاجر إبراهيم إلى فلسطين مع كل أمواله في قصة معروفة، هناك الملك أراد أن يتجاوز على سارة فشلت يده، فاستغرب، قال ربك غيور؟ قال نعم ربي غيور وقادر على كل شيء. فأعجب به، أهدى لها شنو؟ أما اسمها هاجر. هاي القصة، هاجر ولدت إسماعيل، وصارت تشوف الشكل تتحسر، هاجر الأمة عبدة، الله رزقها ولدا سماه إبراهيم منه إسماعيل، وهي ما عندها ولد. هذه مقدمة لهذه الآيات التي الليلة نقرأها. طيب هاجر وين راحت؟ هاجر وإسماعيل بأمر الله سبحانه وتعالى أخذهم إلى مكة. مكة ذاك اليوم ماكو شيء، لا مي ولا عشب ولا أشجار ولا أهل ماكو. شوف أمر الله، هذه كلها مقدمات حتى تصبح الكعبة موئل الحجاج في كل عام، الله يرزقنا إن شاء الله. فجعل إبراهيم زوجته هاجر في مكة عند الكعبة، كعبة موجودة في مكة من دون زرع ولا ماء، وإسماعيل معها. بعدين قضية زمزم صارت وطلع العين ماء، هذا ما لنا شغل. رجع وين؟ رجع إلى فلسطين يمزوجته سارة، لأن سارة هي الزوجة الأولى، دير بالكم إذا تزوجتوا دير بالكم على الزوجة الأولى. لا إله إلا الله، من يقدر يتزوج بعد؟ المهم، فالزوجة الأولى سارة بس بدون أولاد. هاجر الأمة العبدة الطاهرة، هذه المرأة الطاهرة هذه أم إسماعيل، رجع إلى فلسطين، رجع إلى بيته. طيب شلون ترك هاجر وإسماعيل؟ في الروايات أكو أنه بين يوم وآخر يستأذن، شوف احترام الزوجة الأولى دير بالكم، يستأذن إبراهيم من زوجته الأولى سارة، أريد أروح أزور أهلي، أزور زوجتي الثانية وأزور ابني إسماعيل، خطية ذولا في الصحراء في مكة. فسارة تعطيه الإذن، شلون يروح؟ بطي الأرض. طي الأرض يعني في لحظات بقدرة الله سبحانه وتعالى، قبل الظهر يقوم بطي الأرض، يذهب إلى مكة يزور أولاده، يزور ولده إسماعيل وزوجته هاجر، ثم يرجع إلى فلسطين في نفس اللحظة ويتغدى ويا زوجته سارة وهي ذيك وحدها. يعني كان يراعي الاثنين يوميا كما في بعض الأحاديث أو أسبوعيا مرة. يوم قاعدين هذولا، ها
هذه الآن القصة تبدأ، قصة هذه الليلة. يوم قاعدين إبراهيم وزوجته سارة، وكان عندهم ضيوف، لأن إبراهيم لا يأكل على سفرة إلا أن تأتي ضيوف أو يأتون ضيوف على سفرته، كريم أبدا. حتى إذا ننهي خير إن شاء الله، روح شوف شنو يقول حسن، روح شوف شنو قال، ما افتهمت. بل خلاص السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياك الله. السلام عليكم. إذا جاء الماء بطل التيمم. خب القصة تبقى إلى الليلة القادمة. وين وصلنا؟ وصلنا إلى أنه إبراهيم عليه السلام كان له زوجتان، هاجر وابنها إسماعيل، جعلها في مكة المكرمة، وسارة الزوجة الأولى كانت تعيش في فلسطين. القصة التي جاءت في سورة هود فقط هذه القطعة جاية، أنه كيف أن الملائكة أتوا وبشروها بإسحاق في طريقهم إلى قوم لوط. غدا إن شاء الله نكمل الحديث، فقط بعادتنا كل ليلة نقرأ موعظة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما أتخوف على أمتي ثلاث خصال، ثلاث أخلاق، ثلاث أنواع من الأخلاق السيئة أخاف عليهم. أن يتأولوا القرآن على غير تأويله. كم مرة شارحين إحنا أنه أكو تفسير وأكو تأويل. التفسير ظاهر القرآن، قل هو الله أحد، يعني يا رسول الله قل للناس أن الله واحد، هذه واضحة. التأويل بطن القرآن، لا يحق لأحد أن يؤول القرآن إلا النبي أو الإمام. دير بالكم لا تفسروا القرآن على رأيكم. هذه من الأمور التي خاف النبي على أمته، ومع الأسف أولوا. أن يتأولوا القرآن على غير تأويله، أو يتبعوا زلة عالم، عندهم عالم متدين متقي اشتبه أخطأ، يأخذون عليه ويحجون عليه، هذا ثاني. أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا، المال عندما يكثر طغيان يصير، بطر يصير، هذا ما أخاف عليهم، هذا جدا مهم. طيب شلون المخرج، شنو الحل، شنو هو؟ الرسول يقول وسأنبئكم المخرج من ذلك. إذا تريدون تتخلصون من هذه الأشياء الثلاثة، أما القرآن فاعملوا بمحكمه الواضحة، يعني الآيات الواضحة، وآمنوا بمتشابهه. اصبروا حتى الإمام يقول لكم شنو، النبي يشرح. أما العالم فانتظروا فيئة، يمكن يخطأ بعدين يرجع، متعيبون عليه. ولا تتبعوا زلته، يعني خطأه. أما المال فإن المخرج منه، حتى لا تبتلون به، شكر النعمة وأداء حقه. أول ما الإنسان يصير عنده قدرة مالية يجب أن يشكر الله، ثم يؤدي حق هذا المال للضعفاء، للفقراء، للأيتام، للمقطوعين، هذا حق المال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في هذه الذكرى العطرة، ذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، بالتوفيق والتسديد، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.